اللغة عمرها 3200 سنة، يعني بدأ بالحديث بها بسوريا قبل السيد المسيح ب 1200 سنة، وكانت لغة الشارع، كانت لغة الناس بالقرن الأول الميلادي. ومثل ما تفضلتي هي تراثنا، مثل ما عنا تراث مادي من آثار وأوابد، عنا تراث لا مادي هو الموسيقى واللغة و نحن عم نحاول نذكر بعضنا بأنه عنا تراث حلو لا مادي اسمه اللغة الآرامية، في أغاني جميلة، في موسيقى جميلة. هذا الشعر اللي كاتبه الشاعر جورج زقلف في كل مكونات الانتماء للوطن، في كل مكونات الانتماء للغة والتجذر بالأرض والكلمة الحلوة. والأهمية المهرجان اليوم هي أنه عم يوصل للعالم من خلال الأغنية، لأنه هلأ الأغنية هي أكثر شيء ممكن تشد المستمع لأنه يحفظ لغة أو يحفظ أغنية. فكرة كتير حلوة وكتير ذكية، لأنه الغنية بتضل والكلمة حتضل، فمخزنة ما ممكن تروح. ممكن الكتب مثل ما تعرضت هلأ سوريا خلال هاي الحرب وبغيرها كمان من الحروب السابقة، فهن كانوا يحاولوا يعني هن هدفهم كان يروحوا لنا هالتاريخ ويروحوا لنا هالثقافة اللي كانت عنا. اليوم نحن عم نحكي عن شيء مميز لأمة ولحضارة ولأشخاص، وهي اللغة الآرامية، وبيقول انه اقدم لغه محكيه ولغه السيد المسيح، فاليوم هو اثبات وجود للغه.